على السادة المشاهدين برقارة تحزمة الأمان والاستعداد للإقلاع. النهاردة رايحين بودابست. عربية الفرنجة وصلت يا رجالة. اللي ورايا ده جسر السلسلة المعلق تشين بريدج، أول جسر حجري بيربط ما بين تلال بتاعة بودا بالسهل بتاع بست الناحية الثانية. هنا بودا هنا بست، هنا بودا هنا بست. الجسر ده طوله 380 متر وعرضه 14.8 متر، وبيعتبر المعبر الدائم الثاني على طول نهر الدانوب بالمدن. مدينة كنت فاكرها من المدن الفقيرة. الموضوع طلع حلو جدا وظريف جدا. نفس اسدين قصر النيل. ايه دي؟ تاكس. عيش، حرية، عدالة اجتماعية. القفل الكوبري يا أولاد المجانين. تعالى نعدلهم. مش عارف اللي ايه والله. وبكده اكون شاركت في المظاهرات المجرية. هنا النظام كله اغلبه ابارتمنتس، يعني الاوتيلات مش كتير والموضوع نفس السعر. يعني ابارتمنت زي دي عامله 42 يورو تقريبا. حلو جدا، موضوع واسع جدا، مطبخ وحمام وغساله وفهم انت جاي تعيش بقى. يعني البلد رخيصه، الدولار في المطار يعمل 221 فورنت، سعره هنا في الصرافات 275. طبعا كالعادة زي ما قلنا ما غيرتش اكتر من 10 دولار في المطار، وهاجي اغير الباقي هنا من الصرافات. هنا فرق السعر رهيب بين الصرافة في المطار والصرافة هنا. الباص، الشاطئ الباص اللي هو بياخدك من المطار لحد السيتي سنتر عامل 900 فورنت، يعني حوالي 4 دولار مثلا. السنجل تيكت بتاع المواصلات هنا سواء المترو او الباص 350 فورنت. خلصنا الرحلة بتاع بودابست، دلوقتي هاخد باص ورايحين على فيينا. المشوار مش هياخد غير ساعتين. التذكرة عاملة 12 يورو. اشوفكم في فيينا.